الهاني مش معانا طبعا. اهم حاجه احنا مش عايزين نسمعه اصلا اللي احنا بنتكلم عليه. نلتقي مع الرجل الثاني رشدي اباظه دكتور عصام سهران. انا طبعا بنرحب بالناس اللي موجوده معانا دكتور شهناز وندي لها سقفه. سقف ثاني يلا. لا استنى لوحده. يلا كلنا بقى تاني مع بعض يلا. لا يا دكتور. ما هي ما دكتور العماد واحد. معاكي انذار سوء اجتماع وسخريه. الراجل اللي ما نقدرش نقول عليه كلمه غلط، ما نقدرش نقول عليه غير الصح، الراجل اللي ما بيعملش اصلا غير الصح، الراجل اللي جاب لنا الاتوبيس وجاب لنا سواق زي العسل. اول حاجه نسمع سقفتنا للسواق الاول. فتح ده بقى يا دكتور. خلاص خلاص ثم البرنامج مش عارفين نخلص. تعبتونا يا ناس. هو ده الشعب المصري. هو ده. اه والله. وده اورتيجا ومعانا بنزينة. بنزينة ده حرف ت مربوط. جيب عينات منهم. روح يا شيخ محمد هات بالترتيب كده من الاخضر من الاحمر من الاخضر اللي جنبه او الازرق او الاسود. خد معاك عمر تشوف برضه بتاع عينك. ده شط اسكندريه زي ما احنا شايفين. ده اسكندريه كانت هنا في يوم من الايام، بس امتى؟ من ساعه بدء خليقه الارض 55 مليون عام. وزي ما احنا شايفين طبعا شويه اصداف اللي هي صوره لما الدكتور يخلص بقى هنكملها. المهم طبعا يا جماعه خليك معايا طالب انت. يعني الدنيا صغيره يعني سبحان الله. شط اسكندريه كله. لا لا ده جاي كده بقى كله. سوري كنت بقى الكورنيش كله تعرف بقى. شكلت كده انا وهو واحد. انت فين؟ اه يا جماعه من بعض. نحييها يا جماعه.